والشروط مجانية للجميع. على فكرة ممكن حد يطلعه من برا. هات هات لايت ستيك. تو لايت ستيك بلاك بينك ونيو جينز. يا رب مش معقول. حامية؟ اوكي ليتس جو. هاي سناجل اني هاسيو. السلام عليكم اند ويلكم باك ايفري ون. واخيرا عدنا واليوم في عنا اربع فائزات مع اربع جوائز بانتظاركم. جو ابدا. تو لايت ستيكس لفرقة بلاك بينك زي ما انتم شايفين. ممكن اكمل؟ وهم بعد عنا تو لايت ستيك لفرقة نيو جينز، يعني لجميع البانيز وجميع البلينكس رح يحصلوا على هاي الجوائز. ومن هاي اللحظة بدأت المسابقة، لكن جو رح يشرح لنا وين منلاقي طبعا الشروط. الشروط بتلاقوها بخانة الوصف وبأول تعليق، طبعا مفتوحة للجميع مجانية. يعني بإمكانكم تشتركوا من حسابكم أنتوا أبوكم أمكم إخوانكم، يعني للجميع. والاختيار بيكون عشوائي، وطبعا لما نختار الفائزة أو الفائز بنتواصل معهم مباشرة على الإنستغرام، ناخد عنوانهم وبنرسلهم الجوائز طبعا مجاني. واو I love it. ورجيني ورجيني اللايت ستيك مالتك. فيش فيه بطاريات؟ لا. شو الحظ اللي عندي؟ ركبوا لي بطاريات. Look at this. بس معاي أنا لايت ستيك بلاك بينك حبيبي. نيو جينز. بلاك بينك. نيو جينز. بلاك بينك. شو عم تنتظروا؟ من هاي اللحظة بدأت المسابقة. طبعا زي ما حكى لكم جو الشروط مجانية. وموجودة بخانة الوصف وبأول تعليق. وهسا بدنا ننتقل إلى أولي. ممكن أخذ اللايت ستيك معي؟ ممكن أشترك بالمسابقة؟ أنا أبلغ. مش معقول الكياتي باعوا يا جماعة. وعلى فكرة بس بدي أخبركم شغل عشان أزيد حماسكم. جوا بتلاقوا فيه الفوتو كارد. أيوة. هاي الفوتو كارد لفرقة النيو جينز. أوكي. وهاي شنطة كمان لللايت ستيك. ونفس الشيء موجود هون مع فرقة بلاك بينك. في فوتو كاردز وفي كمان شنطة يعني حقيبة عشان اللايت ستيك. فهسا بدنا ننتقل إلى أولي ونشوف الموضوع اللي اختارته. وما تنسوا من هاي اللحظة قد بدأت المسابقة. So أولي let's go. بلاك بينك. What is this? K-pop girls. كلهم بنات. Hey guys, last time we talked about BTS, right? One of the greatest boy groups in the history of K-pop. But as we all know, all modern society is all about girl power. طبعا قوة البنات قاعدة عم تحكي هلا احنا بالوقت الحالي. هلا بالحلقة او بالحلقات الماضية حكت عن فرقة BTS وفرق الشباب، فهسا بدها تحكي عن فرق الفتيات. فاحنا بدنا نشوف هسا عن مين. اكيد رح يكونوا فرقة بلاك بينك، اسبا، نيو جينز. نيو جينز بلاك بينك. يا اكيد. Well, the same is in K-pop. So today I'm going to be talking about girl groups in K-pop. And as always at the end of our video, we will take some time to look at some Korean phrases. طبعا مصطلحات كورية لتحكي عنها. We'll be looking at the lyrics from New Jeans' Ditto. كلمات أغنية Ditto لنيو جينز. New Jeans. In fact, the K-pop market was dominated by girl groups in 2023. بال 2023 تم السيطرة على سوق الكيبوب عن طريق الايدولز البنات. الفتيات عن جد كسروا ام الدنيا حرفيا يا جماعة. فعلا سيطروا على جميع المخططات الكورية والعالمية، تحديدا النيو جينز. بلاك بينك. What am I talking about? Well, according to the Korean music streaming service Genie Music, 8 out of top 10 songs in 2023 were girl groups. هلا جيني ميوزك زي مثلا احنا في عنا الانغامي والهاي البرامج الموسيقيه الضخمه ومن عندهم جيني ميوزك. yeah. جيني ميوزك يعني هو برنامج او هو مخطط موسيقي كوري كتير مهم. نعم. ففرقه النيو جينز سيطروا على جيني ميوزك. وهم بعد فرقه بلاك بينك اكيد يعني. Especially New Jeans and IVE showed amazing results. New Jeans IVE. انه اقوى تنتين لهلا. Ditto and Hype Boy by New Jeans and IVE's I Am took top 3 positions. ثلاث اغاني من فرقه نيو جينز. هلا تنتين نيو جينز وواحده IVE. اوكي. اللي طبعا حطموا نيو جينز اغنيه Ditto وهايب بوي
وأغنية آيف فرقة آيف I am صراحة الأغنية خرافية أعلى ثلاث مراتب سنة 2023 بستاهل. Even if we expand the surge to top 20, the girl power continues. 14 songs out of 20 were girl groups, including Love Dive, Anti-Fragile, Unforgiven, Aespa Spicy, Jisoo's Flower, and NewJeans Super Shy. واو واو يا جماعة شوفوا فرقة آيف فرقة لسيرافيم NewJeans أسبا جيسو هم بعد جيسو أغنية فلاور حتى مطلع أرقام قياسية. واو فلاور يا جماعة عن جد هاي الأغنية إدمانية حرفيا. As you can see among them NewJeans's performance stands out a lot. طبعا NewJeans أدائهم بخور. In November 2023 NewJeans became the first K-pop girl group to perform at the Billboard Music Awards, one of the top حكيت عن هذا الخبر على فكرة in the United States, and achieved a new fourth generation K-pop group record on the US Billboard main chart. هلا شوفوا انه فرقة لسه يعني هم توهم طالعين هاي تاني سنة لهم تخيلوا كيف انه يطلعوا على Billboard Music Awards بالولايات المتحدة. الإشي اللي عملوه واللي قدموه على المسرح لايف كان خرافي. أصوات حضور رقص كان إشي أسطوري. يعني الفرقة عن جد يا جماعة ليش عمارهم 14 15 16 سنة أطفال وعملوا إشي شو خرافي على المسرح لايف وحرفيا كانوا كل الناس الموجودين مصدومين وكلهم كانوا جايين على مود فرقة NewJeans. نعم فيا NewJeans تو لايت ستيك NewJeans كمان بلاك بينك. The song Get Up stayed on the main album chart Billboard 200 for 20 weeks in a row. طبعا 20 اسبوع ضلت الاغنيه متكرره بالامريكان بيلبورد. Billboard 200. Record for the longest time on the chart. اطول وقت بالرسم البياني. Popularity of NewJeans. But NewJeans continues to set records this year too. Becoming the first K-pop girl group to appear on the ABC's New Year's special show. أيوة. بالعرض هاد لما طلعوا على قناة ABC in New Year's أنا بصراحة صدمت لأنه حرفيا يعني الفرق اللي ظهروا على هذا الحفل أو بهذا الشو الخرافي بسنة طبعا نهاية السنة الماضية أو السنوات الماضية بصراحة من فرق الصف الأول وفرقة NewJeans نهاية السنة الماضية ظهروا على ABC وأدوا أداء خرافي لأفضل أغانيهم تقريباً شي ربع ساعة أو تلت ساعة هاي ليلة رأس السنة طبعاً يا كان لايف فبصراحة واو عن جد واو شو but I'm sure you already know that yeah. الكل عارف NewJeans appeared on Dick Clark's New Year's Rocking Eve 2024 and performed Super Shy and ETA. It's a New Super Shy ETA represents the United States with the best performances of the year. طبعاً. أفضل أداء كان بالولايات المتحدة الأمريكية لفرقة NewJeans عام 2023 على فكرة جو عن جد أغانيهم إدمانية هلا أوكي الكل رح يقول لي مثلاً بشرات طب ما البنات لسه أطفال لا أغانيهم إدمانية نعم أنا شفت لهم حفلات شفت ممثلين كوريين من الصف الأول كبار بالعمر حافظين أغانيهم ورقصاتهم نعم إنه واو really واو It's the most popular program in New York that shows the New Year's countdown live. Psy, BTS, and Tomorrow by Together from Korea have already appeared on this program. طبعا فرقة BTS و PSY. Psy. وعندكم Tomorrow by Together. كانوا موجودين. تخيلوا. بهذا البرنامج. تخيلوا ظهروا بهالبرنامج هاد. وهاي السنة أو السنة الماضية ظهروا فرقة NewJeans. يعني هم فرقة صراحة أسطورية عم بيعملوا إشي خرافي But NewJeans is the first girl group But if we talk about K-pop girl power There's one name that we cannot leave out, right? في Who could أقوى it be? بنات That's right أقوى فرقة مين هم من Blackpink أيوة معي أوكي هم بعد فرقة Twice وفرقة IVE وأسبا طب خلينا نسمع أوكي أنا بصراحة وجي آيدل طب خلينا نسمع مين في كمان؟ لسيرافيم. It's Blackpink. Whoa! Blackpink. صلوا على التاريخ. Representative leading K-pop girl group.
is an ambassador for the UN Sustainable Development Goals in 2021-2023. From 2021 to 2023, they are the pioneers, the rewards in the K-pop world, the girls. عن جد بيستاهلوا بلاكبينك يا جماعة. صنعوا التاريخ. نعم. حرفيا. أوكي. هلا أوكي رح لاقي كم واحد راس مربع تحتنتقد الشيء هذا إنه لا كفرقة فتيات بلاك بينك مستحيل نختلف إنه فرقة عالمية أسطورية. Yeah. And has also served as an ambassador for the 26th Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change. طبعا قابلوا الملك البريطاني تشارلز الثالث وإجا كرمهم واعطاهم أوسمة الشرف. يعني دام جايز ايش عم تحكوا انتوا قاعدين؟ يعني الشيء اللي عملوه او اللي وصلوا له فرقه بلاك بينك ولا اي فرقه كوريه وصلته الى العائله المالكه البريطانيه عن جد واو. وقبل فتره كانت ليسا مع وجدتك عن الفيديو ما ليسا كانت مع الملكه او زوجة الملكة كاميلا كانت معها اصدقاء ليسا صديقه زوجة الملك كاميلا. In November 2023, King Charles III awarded the Order of the British Empire to the Blackpink's Jennie, Rosé and Lisa in recognition of their services to the global agenda of climate change. The Order of the British Empire is awarded to people with outstanding achievements in politics, economy, culture and arts. Science and... بس خلينا أصدمك. نعم. ملك بريطانيا الثالث تشارلز طبعا لما كرم فرقة بلاك بينك هون بهاي اللحظة ذكر اسم عضوة من فرقة جيني جيسو روزي ليسا مش بلاك بينك لا ذكرهم كل واحدة اسم أنا بصراحة قلت حافظهم إيش فيه excuse me أكيد بنتو بلينك أكيد أعطيها اللايت ستيك أعطيها اللايت ستيك فورا. This title was also received by the Beatles and Adele. So Blackpink is shoulder to shoulder with. شفت أنت الفرق؟ طبعاً أديل ومين فرقة تانية؟ وبيتلز. البيتلز. بيتلز أوكي وأديل وهاي السنة أو السنة الماضية كانوا فرقة بلاك بينك. اللي تم تكريمهم بالقصر الملكي. مش فخر. Something to really be proud of. شيء يفتخر فيه. آه والله عن جد. The world's number one artist with most followers on YouTube is Blackpink. Yeah. In July 2023, the group had 90 million followers. مشترك. على اليوتيوب. واو. 90 million subscribers is the first and the highest record for any subscribers عندهم Blackpink على اليوتيوب بتاريخ العالم كفرقة فتيات artists in the world. It beats famous pop artists like Ariana Grande, Eminem, Ed Sheeran, Marshmallow and Justin Bieber. عم تحكي هلا عن البوبس الغرب بتنافسهم لا سبقوهم يعني Blackpink اللي طلعوا بعد كل هالأسماء بنفسهم وسبقوهم. نعم. أريانا غراندي، إمينيم، إتشيران، مارشميلو، and Justin Bieber. Blackpink. In addition, Blackpink's official YouTube channel has accumulated over 32.2 billion. مجموع مشاهدات اليوتيوب لفرقة Blackpink 32 مليار فاصلة 200 مليون مشاهدة. أعيد الرقم 32 مليار فاصلة 200 مليون مشاهدة oh على اليوتيوب ولسه عم تحكولي مش صنعوا التاريخ لا صنعوا التاريخ وأم التاريخ هم من التاريخ بحد ذاته والله فعلا هم من التاريخ views. Please support Jisoo, Jennie, Rosé and Lisa in 2024 as well. لازم ندعمهم هاي السنة. Since we often talk about K-wave and K-pop in regards to Korea on our channel, there's a reasonable question that we want to ask. سؤال and مهم. That question is there any girl group in North Korea? والله كنت عارف. ثواني. هل تعتقدوا السؤال؟ اسألهم جو. في فرقة بنات
ايدولز بكوريا الشماليه يعني اذا في اكيد رح ينحرقوا لانه هم ممنوع النت ممنوع الا اذا كان اناشيد اناشيد وطنيه لتشجيع صناعه الاسلحه الا اذا كان اناشيد لكن اغاني زي بلاك بينك وتوايس ونيو جيز بس ما اتوقعش نو نو اكيد لانه فورا بيو. اكيد and you will be surprised but the answer is تتفاجئوا yes what I did some research and currently the girl group representing North Korea is called Moranbong Band. Moranbong Band was formed in 2012 when Kim Jong-un first appeared. Colorful lighting, modern electronic instruments, miniskirts, and shoulder-line clothing. The appearance of a girl group in North Korea was very unconventional in terms of form and... لا ثواني لا أنا مصدوم أنا 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 فعلا مش بس متفاجئ إنه في فرقة فتيات بكوريا الشمالية بيطلعوا بيغنوا ولبسين فساتين وعادي إنه عايشين حياتهم إنه بس حدا يجيب لي إيش مواضيع أغانيهم إيش المواضيع نويت تكون عن الحب وعن لا 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 لا, 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 لا أكيد عن ما توقعش عن الحرب والقوة والدمار يعني كل الأشياء ورفع معنويات المواطنين أتوقع نعم هيك نعم بالضبط نعم. content but Moranbong band Moranbong has a secret band. في عندهم سر the fact is that it was created not to entertain people but to promote the image of the North Korean leader هدول مش we know it. هم من هدول الفرقة شرطهم مش للترفيه للناس ولكن وصل صورة إمبراطور كوريا الشمالية للشعب إنه هو الزعيم القوي يعني خلينا نحكي إنه هم بيغنوا أغاني وطنية زي ما قال أنا والله توقعت مستحيل يعني مستحيل يغنوا أغنية shut down بس هم شهرتهم ما بتتعداش الحدود كوريا الشمالية بس I'm super shy مستحيل يغنوا هالأغاني طبعاً These days, North Korea is trying new music performances, such as music videos, targeting young North Koreans okay. who are falling into Hallyu culture. عم بيحاولوا إنه يعملوا أغاني جديدة وأداءات على المسرح وأغاني وكليبات كمان لجيل الشباب هدول يعني ما بعرف بيحاولوا يفوتوا خط كوريا الجنوبية عم بيحاولوا لكن بطريقة طبعاً يعني غير مباشرة. The song sang by Kim Ok-ju, a famous singer in North Korea, and Jung Hong-ran, a rising singer in North Korea, all emphasize the loyalty to Kim Jong-un. North Korean girl groups بحفزوا الولاء لإمبراطور كوريا الشمالية. لرئيس وليس إمبراطور. رئيس بس جو هو بحس إمبراطور إنه هو فعلاً يعني. إنه مربيهم على الإمبراطورية إنه هو مش بس إنه رئيس هو إمبراطور إمبراطور بالنسبة لهم بس بالنسبة لنا هو رئيس كوريا الشمالية are being used solely as Kim Jong-un's propaganda tool Kim Jong-un حتى حاطين دبابة also sing and express their thoughts freely عم بيعزفوا بيغنوا على دبابة على دبابة okay guys now it's finally time to look at some Korean through K-Wave content Today, I prepared a song from New Jeans that is called Ditto. Ditto. Not just anybody. مش أي حدا. دارس. رح ترجم هي لسه. استنى. 항상 다 있던 처음 느낌 그대로 난 기다렸지. All this time. Not just anybody. It's you, I imagine. أنا بتخيلك أنت. Just like I felt the first time. سكني أول مرة. I've been here all this time. Waiting. كنت عم بستنى كل هالوقت عشانك. ليش هيك بوطي صوتك؟ حاسة عم بحكي شعر أنا عم بترجم حاسة عم بلقي شعر أنا عم بترجم بس الكلمات حلوة مؤثرة I love it in New Jeans From Ditto, let's wish even more success to all the girls نتمنى لهم النجاح ب 2024 It's time to shine in 2024 as well أنا بتوقع لهم مستقبل زاهر يعني روعة It for today's video. Oh, really? I hope you enjoyed it. I hope it was interesting. I will be bringing more interesting topics for discussion in our next videos. Until then, please stay with us. If you like watching our videos, please subscribe. طبعا إذا عجبكم اعملوا سبسكرايب ولايك وكل معلومات عن كوريا الجنوبية بتلاقوها ادعموا أولي أنيو أنيو أولي أنيو باي باي
لجميع البانيز والبلينكس. لا انتظر هيك احلى. لجميع البانيز والبلينكس شو عم تنتظروا؟ من هاي اللحظه قد بدات المسابقه. جو اهدى جو اهدى. بتلاقوا الشروط موجوده بخانه الوصف وباول تعليق، والشروط مجانيه للجميع. على فكره ممكن حد يطلعه من برا. هات هات لايت ستيك، اعطيني اياها بالله عليك، اعطيني اياها. اشوف هيك الاثنين موجودين معي. يا تو لايت ستيك، بلاك بينك ونيو جينز. طبعا في عندنا هون اربع فائزات، والشروط وين بتلاقوها؟ بخانة الوصف وباول تعليق. ابي عن جد كنت مزعج. انت انت كنت اي لاف ات. واو. المهم في عندنا هون اربع فائزات، اربع جوائز بانتظاركم. وعلى فكره لسه في جوائز كثيره. احنا بلشنا السنه هاي مع فرقه بلاك بينك ونيو جينز. لسه في عندنا طبعا جي كي وفي وفرقه بي تي اس. عندنا هوايه جوائز بانتظاركم، واللي بتابعنا على الانستغرام شاف الجوائز اللي وصلت لنا. فان شاء الله في عندنا كل اسبوعين في عندنا سلسله جوائز بانتظاركم. فشو عم تنتظروا؟ واحنا طبعا رح نتواصل مع الفائزه او مع الفائز على الانستغرام، ناخذ عنوانهم ونرسلهم الجائزه مجانا. بس عن جد اي لاف ات. بانيز بلينكس شو عم تنتظروا؟ ليتس جو. اوكي هجوم. يا رب مش معقول. اخبط اخبط وانا اشوف حاميه. اوكي ليتس جو. سي يو سون. انيو.